ما حكم الوضوء بماء زمزم؟ لا بأس بالوضوء بماء زمزم، لكن يكره الاستنجاء به. استنجاء به وهو غسل الفرج بماء زمزم مكروه، لأنه ماء شريف لا ينبغي أنه يمتهن في غسل النجاسات وغسل الفرج. أما الوضوء به غسل بالمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين فلا بأس بذلك.